مامادو نياس اللاعب الموريتاني في الدقيقة 43 قبل أن يقلب الطاولة فريق الرجاء في الشوط الثاني عن طريق محسن ياجور في الدقيقة 64 وعن طريق بوطيب في الدقيقة 84. أجواء في غاية الروعة هنا في استاد محمد الخامس في الدار البيضاء في رحلة الوصول إلى دور 16 من هذه البطولة بالنسبة للرجاء الأقرب للتأهل للدور القادم، وإن ما أراد فريق السلامس غير اللبناني أن يتواجد في الدور القادم عليه أن يقدم كل شيء في مباراة اليوم للتأهل إلى دور 16. لحتى الآن مشاهدين الكرام 12 فريق تأهلوا إلى دور 16، تبقت 4 فرق في نفس توقيت هذا اللقاء. النصر السعودي يستقبل الجزيرة الإماراتي، الوصل غدا يلعب أمام الاتحاد السعودي، أسباقسي من تونس يستقبل النفط العراقي، وبالتالي غدا تختتم مباراة دور 16 أو مباراة دور 32 من هذه البطولة كأس زايد الأندية الأبطال بنسختها 28. البطولة تتم مباراة دور 16 أو مباراة دور 32 من هذه البطولة كأس زايد الأندية الأبطال بنسختها 28. البطولة التي هذا هو الجمهور العاشق المحب المتيم المؤازر المساند لفريق الرجاء، محمود البنا مساعد أول، محمود أبو الرجال مساعد ثاني، سمير جمال فيما حكم المباراة الرابعة، أحمد الغندور صافرة وانطلاقة شوط المباراة الأول لمصلحة الضيوف. الثاني فريق إفريقي يصل إلى البطولة في عام 2013 المغرب خسر النهائي أمام البايرن ميونخ بهدفين لصفر. هذه محاولة من هناك عن طريق جبروني خلف الدفاع من هناك، هذه خطيرة للرجاء، خطيرة للرجاء، لكن التغطية من السودان، المريخ، فريق من تونس، النجم الساحلي، فريق 3 فرق من الجزائر. عدنان منح انطلق في هذه الكرة، عدنان محاولة تصويب لكن سهلة عند حارس المرمى بوعميرة. الجماهير ليس فقط على مستوى قارة أفريقيا، ليس فقط على مستوى العربي وإنما على مستوى العالم. فريق الرجاء البيضاء، عدنان ملحم تسديدة قوية لكن الكرة بيسيطر عليها حارس المرمى. خلف العالم عالية للأمام راسية لكن الكرة بيشيلها حارس المرمى. الكرة بيشيلها لي في الدقائق القادمة قياسا للأفضلية والسيطرة والوصول. إمكانيات كبيرة يمتلك هذا الفريق مع المدرب إخوان كارلوس. يطلب الكرة من هناك باتجاه محسن ياجور، السلام، هذه الكرة محسن، جول. الكرة بضيع بشكل غريب، جبرون استلام في منتهى الروعة، استلام محسن ياجور، شوف استلام المهاجم محسن ياجور مرر، لم يكن أناني، وضع الكرة بشكل رائع إلى اللاعب جبرون، لكن أمام المرمى الكرة عالية تماما تعتلي العارضة إلى خارج أرضية ملعب إلى ركلة مرمى. كرة جبرون واحدة من المحاولات المدرب إخوان كارلوس غاريدو الرجل الإسباني. الأهلي السعودي طبعا يقترب أو تأهل، هذه كرة لكن سهلة، في يبدو لي هو من تسبب بالفعل في هذا الخطأ، جان يمين على جبل، ما زال ينتظر هدف أول ولمصلحة الرجاء المتيالي عالية للأمام، التغطية من في الجهة اليسرى، جبيرة تحرك ممتاز، العالمي يحاول في هذه الكرة، الكرة عدت يا محسن. أول نشاهد نتابع كرة عالية للأمام، التغطية من الدفاع، تسديدة، كرة بيخلصها الدفاع. صرخ النجومية لحتى الآن مصطفى مطر، مر من هناك جبيرة يلعب لها كرة أرضية، التغطية من الدفاع، الكرة الكرة إلى ركلة مرمى لمصلحة فريق السلام. ترسل هذه الكرة إلى الأمام، انطلاق إبراهيم، خطيرة الكرة أمام المرمى لكن التغطية من الدفاع. العلمي يحاول تقدم في هذه الكرة. المطالبة أمانة بركلة جزاء لكن حكم مباراة صار في هذا القرار. هذه اللقطة اللي سقط فيها محسن ياجور
داخل منطقة الجزاء. يلعب لكرة إلى جبيرة في اليسار. جبيرة خطيرة هذه الكرة، خطيرة للرجاء العالمي. الكرة بيخلصها دفاع السلام. أرضية ملعب رامي التماس لم يكن في وضعية تسلل في هذه اللقطة العالمية، وسوء على مستوى تنظيم الدفاع من جهة فريق السلام. الرجاء رامي التماس لمصلحة فريق الرجاء. هذا جمهور الرجاء الألتراس. تنقل هذه الكرة عالية للأمام رأسية، خطيرة تقدم بنون، لكن التغطية أمامنا من دفاع السلام. ما زالت الكرة خطيرة أمام المرمى، الكرة بتعدي إلى خارج أرضية الملعب. كرة إبراهيمة، كرة إبراهيمة، إبراهيمة، فرصة هدف محقق تضيع على فريق الرجاء. خطأ دفاعي واضح في هذه اللقطة. المدافع كان ممكن يتعامل مع الكرة بشكل أفضل. المتابعة من بنون، العرضية من هناك باتجاه إبراهيمة. اليمين بوعين، بوعين يلعب لكرة إلى بوطيب، عالية للأمام، رأسية يا ساتر، رأسية في منتهى الروعة من العالمي. لكن الأول الكرة إلى خطأ، وكرة ثابتة عالية للأمام هذه الكرة، لكن بشيلها حارس المرمى. خطيرة هذه الكرة. الكرة تغير اتجاه، يستعيد هذه الكرة. بوطيب عند الكرة، بوطيب يحاول، بيلعب لكرة في مكان، هنا المطالبة بضربة جزاء. شوف هذه اللقطة اللي كان يطالب فيها بضربة جزاء لاعب مسماها أكبر، وتعتبر جوائز هذه البطولة هي الأكبر في آسيا وإفريقيا. البطل يحصل على 5 ملايين دولار. 1-0 1-0 1-0 للرجاء. الرجاء الموديالي يسجل هدف. 1-0 عن طريق البديل، البديل في شوط المباراة الثاني، بديل خوان كارلوس غاريدو، اللاعب رقم 7 يسجل. زكريا حدراف يسجل هدف الأول للرجاء بتسديدة قوية من كرة متحركة. تتحرك شباك السلام أصغرتا، تتحرك شباك مصطفى مطر بهدف أول في الدقائق الأولى على بداية وانطلاقة الشوط الثاني. حدراف في الدقيقة 51. المهمة أصبحت أكثر صعوبة على فريق السلام. مرمى الأول، مرمى الثاني، والكرة على يمين حارس السلام مصطفى مطر. مجهود شخصي، مجهود فردي، انطلق ومر، سدد كرة قوية على يمين حارس المرمى وسجل هدف أول لمصلحة الرجاء. ينفجر جمهور الرجاء. روى هذا المرور من جانب العالمي، كرة من هناك، زكريا مر، تقدم، صاحب الهدف الوحيد يلعب له كرة عرضية. الكرة إلى ركنية لمصلحة الرجاء، الكرة إلى ركنية لمصلحة الرجاء. هذا هو جمهور الرجاء، العاشق، المحب، المتيم، الجمهور المميز دائما وأبدا. كرة عالية للأمام، كرة بشكل غريب من إبراهيم، كرة بشكل غريب من